علي فرج ونور الطيب ولد وبنت بيلعبوا سكواش، متجوزين، اتنين من الشباب، والاتنين فازوا بجائزة أو بطولة أمريكا المفتوحة للسكواش اللي أقيمت في فلادلفيا مؤخرا. يمكن ده أول كابل، وأنا بقول لهم ألف مبروك، أول كابل يعني أول اتنين متجوزين يفوز بالبطولة دي. بس احنا طبعا يعني في نفس التوقيت، بس احنا لازم نقول دايما ان مصر احنا مسيطرين في الاسكواش. يعني هم حتى لما كسبوا مين؟ كسبوا ابطال مصريين، يعني كسبوا شورباجي ورنيم الوليلي. فيعني الحقيقه انه احنا مسيطرين في الاسكواش، لكن لازم اقول لهم مبروك. معانا يا جماعه علي ونور. طيب معانا علي، علي فرج، مبروك يا علي. علي طيب معايا نور، يا نور. الو، ازيك حضرتك؟ مبروك، الف مبروك. الله يبارك في علي. حضرتك. كان معانا على الناحيه التانيه، مش عارفه اجرى له ايه. انت فين وهو فين؟ انا في امريكا وهو في انجلترا، فطمنوني عليه كده، اخباره ايه؟ هنكلمه دلوقتي. علي اهو معانا على التليفون. يا علي اهلا وسهلا، ازي اهلا حضرتك؟ اولا نور معانا على الخط التاني، وهي في امريكا، وانت فين؟ انت في انجلترا، في لندن؟ انجلترا، في لندن. ده ايه الحياه، ايه اللطافه دي؟ اولا انتوا متجوزين بقالكم قد ايه يا اولاد؟ سنه وثلاث شهور. بقالنا سنه وكام شهر. سنه وكام شهر؟ ده يعني يعني دي ده انتوا لسه في الاول. بس انا مبسوطه قوي طبعا ان انتوا الاثنين، بقول لكم انتوا الاثنين الف مبروك، ان دي اول مره انه كابل او اتنين متجوزين يكسبوا في نفس الوقت بطوله الاسكواش. نور انا عارفه ان انت كان بقالك فتره كده كنت متعثره السنتين اللي فاتوا، بس واضح ان انت بترجعي لمستواكي. قولي لي مشاعرك لما كسبتي، وكسبتي رنيم يعني برضو واحده مصريه. وطبعا انا ابقى اوصل فاينل في بطوله زي دي، يعني كانت حاجه مش متوقعه خالص بالنسبه لي. زي ما حضرتك قلتي، انا كنت مصابه، قعدت 6 شهور مصابه يعني في كتفي، فان انا ارجع واوصل فاينل واكسبها حاجه، ما احساس غريب قوي صراحه، لسه حتى مش مصدقاه. واللي مخليني مبسوطه اكتر طبعا علي عرف يكسب كمان، هو في نفس اليوم. مين اللي لعب قبل التاني؟ الحمد لله انا لعبت الاول. انت لعبتي الاول وكسبتي؟ الحمد لله. طب علي، انت لما هي لعبت وكسبت، انت بقى كنت يعني كان ماتش بعدها بقد ايه؟ لا ده انا كنت بعمل كنت بسخن وقت ماتشها، ان انا بسخن وانا بتفرج على التلفزيون واروح اعمل لها اديها مساحه بين الاصوات وارجع اتسخن واتفرج. كان الموضوع صعب شويه، وكان ضغط كبير جدا قبل ما العب ليا، لان الواحد بقى اوريدي عليه ضغط لنفسه، فكان ضغط جامد جدا ومشدود جدا وهي بتلعب. بس الحقيقه لما هي كسبت ادتني دفعه جامده جدا جدا، حسيت ان احنا ان شاء الله مكتوب لنا النهارده. فلما دخلت وهي الصراحه يعني الثانيه كانت يعني خلصت، راحت غيرت على طول وجت قعدت تتفرج على ماتش وتديني هي نصايح ما بين الاشواط، فجت دفعه قويه جدا الحمد لله. فمكسب نور او فوز نور خلاك انت متحمس اكتر، ودفعه قويه طبعا. اكيد كنت عايز تكسب اصلا، لكن إن خلاك متحمس ان انت عايز تكسب في نفس الوقت. طبعا بتتمرنوا يا شباب مع بعض؟ يعني انتوا مثلا ممكن تنزلوا تتمرنوا في النادي مع بعض، بتشجعوا بعض ازاي علي؟ احنا يعني بنختلف شويه عن تمرين البنات، احنا بنتمرنوا مع بعض وبنتمرنوا مع بعض، بس يعني الفرق الحاجات اللي بتتمرن عليها، بس بنروح على طول مع بعض تمرين، بنيجي مع بعض من التمرين على طول. هي بتديني نصائح انا محتاج احسن ايه، انا اديها على قد ما اقدر نصائح محتاج احسن ايه، وان الواحد عايش مع حد برضه فاهمه وفاهم اللعبه كويس جدا، بتساعد بتدي دفعه قويه جدا، لانه يعني حتى مدرب هيبقى فاهم اللعبه بس مش هيبقى فاهمك انت احتياجاتك ايه، انت متضايق ازاي، تسمع النصيحه. لو حد فاهمك كويس ممكن ما يبقاش فاهم التفاصيل بتاعت اللعبه، انما النور الحقيقه بتعرف من كل الابعاد تديني نصيحه بالطريقه الصح في الوقت الصح اللي انا محتاج اسمعها بالطريقه دي. طب احنا بنعرض الحضن العظيم اللي نور جريت عليك بعد نور دي قصه حب في الملاعب بقى. احنا نعرف بعض من واحنا عندنا 5 6 سنين من الاسكواش يعني. من 5 سنين؟ انتوا كنتوا في نادي ايه؟ هليوكلس. في اليوبلس. ومن 5 6 سنين بقى، امتى بقى، امتى علي قال لك انه بيحبك؟ من كام سنه كده، مثلا 5 6 مثلا؟ 5 6 سنين. قلت لها ازاي انك بتحبها يا علي؟
القصه ببساطه ان زي ما نور بتقول احنا نعرف بعض من احنا 5 سنين يعني، واصبحنا اهل يعني، اهلي واهل جدا يعني زي اهل مربيني، واهلي برضه على بيعتبروها بنتهم. انا كنت عارفين ان انا اتورط وكنت ما كانش في حاجه. لا علي تليفونك كده بيقطع، اظبط المكان اللي انت فيه اتفضل. كده لما سافرت امريكا الواحد بيعرف بقى مين صح وجدع ومين اللي مش جدع ومين اللي بيبقى صح. اقدر صبي من غير بلا منازع يعني. فمن هناك عرفنا يعني، واول انا رجعت من تخرجي، حفلة تخرجي يوم الاحد. انتوا الاثنين كنتوا بتدرسوا في امريكا ولا انت بس؟ انا بس وهناك بقى حسيت انك مش قادر تبعد عنها. بالظبط. ايوه قول كده يا علي قول، ما تخافش لا تقلق. دي حقيقة فعلا. ايوه فما قدرتش، فقررت بقى ترجع تتجوزها. بالظبط. يوم الاحد رجعت، يوم الاربعاء كنت عندهم في البيت اتقدم. برافو برافو. طب نور يعني السكواش بيخلي العلاقة افضل ولا فيها يعني، انا عارفة ان بنات وولاد، بس السكواش بيجمع بينكم بيخلي العلاقة البوند اكتر؟ انا بحس كده يعني، عشان دايما عندنا حاجات في شخصيتنا متشابهه يعني، في حاجات كتيره جدا في شخصياتنا متشابهه بسبب السبورت، بسبب حبنا للرياضه عامه يعني. احنا انا وهو رياضيين جدا، فدايما في البيت بنتفرج على رياضه، بنتكلم على رياضه، كان فبحس ممكن ان تفتكري كان ممكن تتجوزي واحد ما بيلعبش رياضة خالص؟ هاريش يعني حكايه كانت هتبقى صعبه كانت هتبقى صعبة. يعني. علي انت اكيد بتشجع نور، ونور اكيد بتحفز علي، بس امتى في البيت بقى راجل وست بقى بتطبخي يا نور؟ بطبخ. بطبخ. علي نور بتطبخ ولا بتطبخ بتطنش؟ حلو قوي، بتطبخ حلو قوي والله يعني. في الاول كانت لسه مش قوي وبتتعلم سنه بسنه يعني، شهر شهر لحد ما دلوقتي فرق شاسع من النهارده. يعني الاول الاكل كان ما يتاكلش ودلوقتي بيتاكل. لا لا الرز كان بيعجن شويه، كان في الاول الرز كان بيعجن عادي يا حبيبتي، عادي عادي. عايزه ابارك لكم بجد واقول لكم مبروك، وان شاء الله يا رب مستقبلكم كمان يعني يتقدم. انا عارفه انه كمان فكره انك تكسب واحد مصري دي بتوجع على فكره، على قد الفرحه طبعا بالمكسب. قول لي يا علي انت كسبت طبعا. شورباجي، شورباجي ده بطل العالم. بالظبط. انا حاليا في لندن يعني، حاجه واحد كل الجلسات احنا اصحاب بعض جدا، ف غصب عنه بيبقى متضايق انه برضه طبعا بيتدرب على واحد مصري، طبعا بس في نفس الوقت لو هو بيلعب لما بيخسر على قد ما هو بيبقى متضايق، بيبقى فرحان ان في برضه في الاخر البطوله رجعت مصري، وان احنا النهائي كان مصري خالص في الولاد ومصري خالص في البنات، دي كانت حاجه شرف لينا كبيره جدا. وحضرتك لو تشوفي قد ايه المصريين اللي في البلد. طبعا. نور عايزه تقولي حاجه لعلي، وحشك مثلا، عايزاه يجيب لك حاجه من لندن كده يعني. لا ياخد باله بس من نفسه ويلبس كويس عشان الجو برد تاني هناك برضه. حبيبتي البس اتدفى يا علي والنبي، البس بولوفر يا حبيبي علشان ما تبردش. علي ونور برافو، والحقيقه انا فرحانه بيكوا قوي، ويعني كل المصريين فرحانين بيكوا. اتمنى لكم سعاده، اتمنى لكم نجاح، متشكرين جدا. اتمنى لكم كل حاجه حلوه باذن الله على قد ضحكتكم الحلوه دي متشكرين جدا. ومشاعركم الجميله. ميرسي قوي قوي والله، ربنا يخليكي. بشكرك بشكرك علي فرج ونور الطيب، ابطالنا في سكواش. كابل قمر، كابل قمر. عايزه اخر خبر، رامي عاشور اعلن، لاعب سكواش ايضا، اعلن مقاطعته للمصنف الاول عالميا، اعلن مقاطعته لمباراه السكواش المزمع انها تقام الشهر المقبل في قطر، وقال انه سوف يتحمل اي عقوبات دوليه من قبل الاتحاد لو هو ما لعبش هذا الامر، ورفض ان هو يلعب في قطر. نخرج فاصل، وبعد الفاصل شيرين رضا وكلام في الفن وفي الحياه. We'll be right back.